بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم السقيفة إلى قيام يوم الدين. أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الأحبة الكرام في حلقة جديدة من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. عنوان هذه الحلقة هو مرض القولون، أجارنا الله وإياكم من جميع الأمراض. سماحة الشيخ عزيزنا حياكم الله، سماحة الشيخ أحمد دريس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله سماحة الشيخ. خدمتكم. طبعا الكثير من الناس سماحة الشيخ مبتلين بهذا المرض، مرض القولون، هو مرض شائع بين الناس. ما هي الأسباب التي تولد هذا المرض؟ نحن عندما نأتي إلى قضية هذا المرض، هذا المرض من أنه مرض معوي، يعني مؤلم، يصعب معه الخروج البراز والريح، سببه التهاب القولون. نعم. يعني باعتبار أن من علائم الظاهرية لهذا المرض أن الإنسان تجي له يبوسة شديدة، يعني ما يقدر يخرج. نعم. هذه أحد العلائم. ممكن هم مع الشيء المدفوع أجلكم الله الذي يخرج من الإنسان يكون مقدار من الدم، ممكن يوجد نوع من الجرح موجود في هذا المصران الكبير، قد يسمى بالمغص، وهو أشبه بالالتهاب الأعور أو المصران الأعور. يعني هم هذا هم ممكن آلام مثل آلام مرض نستجير بالله القولون. حتى بالروايات يعبرون عن القولون بالقولونج. نعم. الروايات تقول أنه قولونج، ولهذا إذا سمعتم مني قولونج، أنا بحسب تعبير الروائي أقول أنه مرض القولونج. الآن الطب الحديث يعبر عليه عنه بمرض القولون. لكن أسباب هذا المرض، يعني إذا الإنسان يعرف سبب هذا المرض يستطيع من خلال معرفة السبب يبعد المرض عن نفسه. السبب الأول الذي ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، أكل البيض والسمك والجمع بينهما في المعدة في وقت واحد. يعني يجي يأكل من البيض ما شبع، راح مثلا بيت عمه بيت خاله، شاف عندهم سمك، رأساً هم كله من السمك، جمع في آن واحد هم بيض وهم سمك. نعم. هذا يبتلي من جملة الأمراض، يبتلي بمرض القولونج. لهذا أنت عندما تجي في الرسالة الذهبية المنسوبة للإمام الرضا سلام الله عليه، قال واحذر أن تجمع بين البيض والسمك في المعدة في وقت واحد. الآن واحد يأكل بيض وبالليل يأكل سمك، هاي ما يضر لأنه مو في وقت واحد، المعدة تفرغ من البيض ثم يأكل من السمك في وقت واحد، يكون في وقت واحد الآن كلا، بعد شوية هم كلا وجماح في مكان واحد. فإنهما متى اجتمعتا في جوف الإنسان اثنينات في وقت واحد يجتمعان، ولد عليه النقرس، مرض النقرس يجي لك، وبعد والقولونج أو القولون يجي للإنسان، مرض القولون. نعم. وبعد والبواسير، مش قد مضر القضية، حتى البواسير هم يجي من هذا الأمر. وبعد ووجع الأضراس، حتى أضراس الإنسان تألمه بسبب اجتماع البيض والسمك في آن واحد، هذا يولد هذه الأمراض، النقرس والقولون والبواسير ووجع الأضراس من اجتماع البيض والسمك في آن واحد في المعدة. هذا السبب الأول، اجتماع البيض والسمك يولد القولونج. بعد شنو السبب؟ دخول الحمام على الشبع. كثير من الناس لم يراعي القضية، مستعجل الحجي بسرعة يريد يروح يطلع عند عمل كذا، هذا بعد توه متغدي مثلا ماكل طعام، واصل هم حالة إلى التخمة، هم واصل همه، هذا رأساً يدخل إلى الحمام يريد يسبح، هذا نستجير بالله ممكن تجي لتهيئ الأراضية لابتلاء بهذا المرض نستجير. نعم. بالله. ولذا ورد عن الرضا عليه السلام، الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام،
دخول الحمام على البطنة، يعني هذا البطنة امتلاء المعدة، نعم، يولد القولونج. بس انت تعال بالله، علم الحديث يذكر هاي الامور اللي اهل البيت قاعد يذكرونها، لو ما تذكر ما تذكر هذه الامور، لم تحذر الناس عن هذه الامور. كذلك ورد في رواية انه يهدم البدن، قضية ان الانسان يدخل للحمام وبطنه ممتلئة بالطعام، مو بس ان يبتلي الانسان بالقولونج بل يهدم البدن في رواية اخرى. ولهذا أيها المشاهدون الأعزاء، يا شيعة أمير المؤمنين، دققوا بهذه الأمور حتى لا تبتلون بهذا المرض، نستجير بالله. هذا السبب الثاني. فإذا الإنسان إذا يريد يدخل إلى الحمام لا يكون لا جوعان جوع مفرط ولا شبع، يكون حالة متعادلة بين الجوع وبين الشبع، يعني حالة متعادلة، ويدخل إلى الحمام حتى لا يبتلي بهذا المرض، نستجير بالله. السبب الثالث اللي الروايات تذكر، ويا ما ناس ما يراعون يقول لك أنا منين إجالي هذا المرض، منين إجالي قولون، شلون بالله إجالي، قضية الجماع مع الامتلاء، المقاربة الزوجية وشوف أن بطنه ممتلئة. هذا يسبب هذا المرض، نستجير بالله. نعم هسه مرة مرتين ماكو مشكلة، لكن إذا صارت طبيعة الإنسان هكذا، يعني على الدوام يشوف سنوات يعمل، هذا الابتلاء أشد يكون، هذا ممكن أن يبتلي أكثر من غيره اللي أقل يراعي القضية. ولهذا ورد عن الرضا عليه السلام قال فلا تقرب النساء من أول الليل صيفا، أول الليل لا تقارب العيال بالصيف، نعم، وبعد ولا شتاء، لا صيفا ولا شتاء، وذلك لأن المعدة والعروق تكون ممتلئة. ما دام المعدة والعروق ممتلئة وهو غير محمود، ويتولد منه القولونج والفالج، هاي سكتة تجي قلبية، صفحة ينشل الإنسان من بدنه. سببها شنو؟ أحد أسباب السكتة القلبية، نعم، يصير فلج عند الإنسان من بعد السكتة، انسداد يكون بالعروق، انسداد بالعروق، لكن نعم، سببه أنه هو قارب مع أن المعدة كانت مملوءة بالطعام، نعم. وبعد واللقوة، شوف أن الفم يجي على جانب، هذا من بعد نستجير بالصبح يشوفه يجلس، بدنا نشوف الفم صاير على صفحة، منين هذا جث له؟ لأنه تقارب والمعدة كانت ممتلئة. فإذا أيها الأحباب أيها الأعزاء، التفتوا إلى هذه الأمور، لا تتقاربوا إلى هذه الأمور لكي لا تبتلون بمرض القولون، نستجير بالله. وبعد الأمور اللي تسبب هذا المرض، الرواية تقول أكل البطيخ على الريق. هسه البطيخ بمنافع، نعم، في رواية أهل البيت، خلنا نذكر لك هاي المنفعة للبطيخ حتى تعرفون منفعة البطيخ شنية. جاء في وسائل الشيعة المجلد 25 عن أبي عبد الله عليه السلام قال كلوا البطيخ فإن فيه 10 خصال. البطيخ 10 خصال بي، إذا الإنسان يأكل يحصل عليهن. أولا هو شحمة الأرض، شحمة الأرض يعبرون عليه لأنه ترف وناعم، نعم، فيعبرون عليه بشحمة الأرض. وبعد يعني بالأخص كان الشيبة يفيد باعتبار ما عندهم أسنان، نعم، يقدرون أن يستخدمون البطيخ باعتبار أنه نعومة عنده وحلى عنده، وهو يدفع الرطوبة والبرودة بالأخص للشيبة حتى يدفع عنهم آلام المفاصل، نعم، الشيبة الأعزاء. الآن يقول فهو شحمة الأرض، وبعد لا داء فيه، يعني الإنسان إذا ما يكثر به ما بيداء، صحيح، نوع من المضرة ما بي للجسم ما دام لا يفرط به، هذا القضية يكون يلتفتون إليه، لا داء فيه ولا غائلة، يعني ما بي شيء منكر للإنسان يتأذى من عنده، وهو طعام، هم طعام نافع للبدن. وبعد وشراب، إذا الإنسان عطشان يروي الإنسان، ما شاء الله. وبعد وهو فاكهة، وبعد وهو ريحان، وأشنان، أشنان يعني شيء اللي يغسل الشيء، ينظف الشيء، نعم. أكو مادة غسيلية بالسابق يستخدم يسمونها أشنان أو أشنان بالسابق، الآن يقول هو أشنان، شو يسوي؟ إذا تريد ضروسك يصيرن بيض، يقول لا تقص البطيخة بالسكين، نعم، لا أنت بنفسك قطع البطيخ بأسنانك حتى يتنظف الأسنان، ما شاء الله. من جملة اللي تبيض الضروس وتقوي اللثة اللي أنت تقطع البطيخ بالأسنان،
مو تقطعها بالسكين. وبعد وهو ريحان وأشنان وإدام، يعني إدام حتى يؤكل بماذا؟ يؤكل بخبز، خبز وبطيخ، هذا اللي كان يعتدمون به أهل البيت سلام الله عليه، تأكله مع الخبز ويشبعك وله قوة كافية لبدن الإنسان. بعد ويزيد في الباح، يعني هذا اللي عنده مشكلة في قضية الباح والعلاقة الزوجية يقدر يستعين بماذا؟ بأكله للبطيخ. وبعد ويغسل المثانة، ما شاء الله، يعني إذا واحد مبتلي بحصوات مثلا في مثانته شلون يرتاح من عدها؟ يريد يغسل المثانة، ممكن أكو التهابات عفونة شيء، هذا يغسل بكثرة أكل البطيخ. هسه خل أنطيك هاي الوصفة، ممكن واحد مبتلي بالمرض البروستات، نعم، يصير التهاب وين؟ بهذه الغدة، يصير التهاب بها، ما يقدر يدخل لنا السجير بالله. هذا نعم. مرض بالأخص يظهر على 50 وما فوق، لأن البرودة تتكاثر على الإنسان ويصير بها التهاب، تتورم هذه الغدة. دواها شنو عند أهل البيت؟ يقول أكل البطيخ ويل القشر، ما شاء الله، يعني اخذ البطيخة وهي وقشرها وخليها بيش بالخلاطة، خد تفتر تطحن البطيخ وتطحن القشور نعم. النوبة اجي تعال واصرف، هذا الالتهابات الورم اللي موجود في هذه الغدة راح يرتفع بواسطة هذه الوصفة. وبعد ويغسل المثانة ويدر البول، الإنسان ما يقدر نسجر الله، بعض الناس عندهم مشاكل إما حصو تجي بالطريق، إما التهابات يصير، ورم يصير، انسداد يصير، ما يقدر يتبول نسجر بالله، يستعين بأكله للبطيخ. وفي رواية أخرى أنه يذيب الحصى في المثانة، الحصوة إذا تصيرها بالمثانة يذيبها البطيخ. لكن البطيخ أهل البيت منعون من أكله على الريق لمرض القولون، أها، يسبب مرض القولون، صحيح إلى هاي المنافع. ولذا ورد في المكارم كل البطيخ على الريق، أكل البطيخ على الريق يورث القولونج وبس. وفي رواية أخرى الفالج، يعني سكتة من بعد سكتة قلبية، شلل في جانب من شلل نصفي، أي نصفي، نعم، جانب الأيمن أو جانب الأيسر، يصير شلل نصفي للإنسان. فإذا هذا أكل البطيخ. فإذا الأمر الخامس من أسباب القولون، المستفاد من مجموع الأخبار أن علة لمرض القولون، العلة لمرض القولون هي كل ما يعرقل عملية هضم الطعام. أي شيء اللي عرقل قضية عملية هضم الطعام يسبب لك القولون. يعني شنو؟ مثلا تأكل أكل على الشبع يعرقل، تصرف البيبسي، نعم، يعرقل العملية، هذا يسبب الإنسان يبتلي بهكذا أمراض. أو مثلا يجيب البيتزا ويأكل ويأكل ويأكل، من أسباب الأمراض بالأخص في زماننا هذا هاي البيتزا، نعم، اللي يستخدمونها أكلة إيطالية، إيطالية ولا أكلة مسلمة، أصلا المسلمين بريئين من هذه ومتعمدين نشرها بين الناس، وشوف الأمراض الناتجة من هذه هذه هي الأكلات السريعة شيخنا، يعني كلها بها أضرار، كلها نعم. أكلات حتى هم يعترفون، يعني هم يعترفون، نعم. أنت تعال إرجع إلى التقارير الطبية في مضرات الأكلات السريعة، نعم، تسبب للإنسان بالأخص القولون. يعني إحنا ما شاهدناها يوم اللي نسأله نقول لأبويا أنت شنو أكلك، شنو تأكل، شنو تشرب، يقول لك والله أنا ما ألحق أطبخ وكذا، والعيال هم ما تلحق تطبخ، وجبات سريعة، إيه، نجيب وجبات سريعة من السوق وناكل، إيه، من جملة الوجبات هاي الوجبة الإيطالية، نعم. فإذا يبتلي بها بمرض القولون، تالي يقول أبويا تعالوا عالجوني، بس اللي يحبون البيتزا لا يزعلون علينا، لا لا يزعلون علينا إحنا بخدمتهم لكن إحنا نقول هاي مو أكل. القرآن الكريم يقول كلوا حلالا طيبا، هاي الأكلة حلال لكن ليست طيبة عند أهل البيت عليهم، يعني ما بها منافع، أي ما بها منافع، ليست طيبة. الطيب هو الذي لا ينتج مرضا بل ينتج صحة وعافية للإنسان، صحيح. القرآن يأكد كلوا حلالا لكن يدمجها بالطيب، نعم، مثل أكل البطيخ، مثل أكل العسل، مثل السمك، مثل اللحم الغنم، هذا كله من المأكولات الطيبة. بارك الله بكم، أحسنتم سماع الشيخ. تعرفنا على الأسباب اللي تولد هذا المرض، نعم، راح نتعرف إن شاء الله على الأسباب اللي تمنع الابتلاء بهذا المرض إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل سماع الشيخ. أعباء المشاهدين، فاصل ونواصل إن شاء الله. إن شاء الله. Oh,
حياكم الله أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، ومتواصلين معكم وبرنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. ضيفي الكريم سماع الشيخ أحمد دريس الأحسائي، حياكم الله شيخنا العزيز، الله يحفظكم. كما أسلفنا سماع الشيخ الأمور اللي تمنع الابتلاء بمرض القولون. نعم، الآن نحن عندما نأتي إلى هذه الأمور المؤمنات، يعني الأمور اللي تكون وقاية للإنسان، وقاية للإنسان من الابتلاء بهذا المرض الخبيث، فليكن في علم المشاهد الكريم أن هذا المرض الخبيث ما إلى علاج أصلا في العالم، ما إلى علاج. اللي يعطون من علاجات مسكنات، مسكنات حتى لا تنتشر، لا ينتشر الالتهاب أكثر من اللازم. وبالنهاية قد ما يعطون للإنسان من الأدوية والعلاجات، هذا يولد هناك يبتلي بالمرض الخبيث. مجبورين شو يصير؟ الطب الحديث مجبور أنه يقص المصران حتى يرتاح هذا الشخص من هذا المرض، وإلا شارة ما بينما العلاج موجود في رواياتي سلام الله عليه. الآن من جملة العلاجات التي وردت عن أمة تؤمن هي بعنوان وقاية ما يبتلي الإنسان بهذا المرض، شنو؟ الهندباء. هاي العشبة الطيبة التي وردت عن أئمة أهل البيت لها منافع وخصوصيات كثيرة. الآن أنا أجي لك بعض المنافع التي توجد في روايات أهل البيت. مثلا ارجع إلى كتاب المكارم عن أنس، قال النبي: الهندباء من الجنة. هاي العشبة هي من الجنة. وبعد عن رسول الله: الهندباء لنا والجرجير، يعني الرشاد، هاي خضرة الرشاد. نعم. لبني أمية. يعني بها مضرات بالأخص تجيب الشتاء. أي نعم. هذا اللي بالأخص أكله بالليل ممكن يسبب الجذام للإنسان أو البرص على ما في بالي. الآن عندما نأتي إلى هذا المعنى، وبعد قال النبي: من أكل الهندباء ثم نام عليه لم يحك فيه سحر ولا سم، يعني ما يأثر به، ولا يقربه شيء من الدواب، ولا حي ولا عقرب حتى يصبح. نعم. شنو من خصوصيات موجودة بهذه العشبة عجيبة غريبة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. في رواية أخرى عن أبي عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله: الهندباء سيد البقول. ما شاء الله، سيد البقول الهندباء. في رواية أخرى في الخصال عن أبي عبد الله قال: قال أمير المؤمنين: كل الهندباء فما من صباح إلا وعليه قطرة من قطرات الجنة. ما شاء الله، يعني شقد بي منافع هذه الروايات تشير إلى. أو تجي عن أبي عبد الله عن آبائه قال: نعم البقلة الهندباء، وليس من ورقة إلا وعليها قطرة من الجنة، فكلوها ولا تنفضوها عند أكلها. يعني من جملة البقول اللي ما رد تحتاج تغسلها، لأن إذا غسلتها فائدتها تروح. نعم، قضية الهندبة. نعم. يكون الإنسان يلتفت إلى هذا، ولا تنفضها، يعني تنفضها وتغسلها وكذا منافعها تروح. كان يقول: وكان أبي ينهانا أن ننفضه إذا أكلنا الهندبة، ما كن ينفضه، ما كن ينقسل، وهو هكذا إلى نفائدة تروح. نعم. ولهذا هذه منافع كثيرة للهندبة. الهندبة الآن نحن عندما نأتي إليه هو من المؤمنات، من جملة الأمور الوقائية لعدم الابتلاء بمرض القولون. يقول عن أبي عبد الله، ورد عن أبي عبد الله: من بات وفي جوفه سبع ورقات من الهندباء، بجوفه سبع ورقات جبن من الهندباء، أمن من القولونج في ليلته تلك إن شاء الله. يعني هو من جملة المؤمنات، من جملة الأمور الوقائية. الآن عن أبي عبد الله: عليكم بالهندباء فإنه أخرج من الجنة، كما أشرنا في الروايات. هسه ممكن سؤال هنا بالوسط يقول: كيف يتم استخدام الهندباء؟ شلون يعني نفورها هي ويابسة ناكلها؟ نجيب طازج بعنوان طازج، يعني رأسا نقلعها من البستان وناكلها؟ نعم. شلون نستخدمها؟ على أي صورة تستطيع استخدم الهندباء؟ بس الأفضل أن الإنسان إما إذا كان موجود طازج ويستخدمها، وإذا ما موجودة فإذا يجي العشب اليابس المطحون يومية ياكل ملعقة من هاي، المبتلي بمرض القولون ياخذ ملعقة منها وياكل، يشرب عليها الماء، وهذا طريقة استعمالها هكذا. الآن احنا حتى أقول لكم بالنسبة إلى الهندباء، يا ما ناس يقولون: بويا شيخنا أريد ولد ذكر،
نعم. يريد يصير عندنا مولود ذكر شو نسوي؟ أهل البيت يقولون عليكم بالهندمة، من أراد أن يكون له ولد أولاد من الذكور فعليه بأكل الهندبة. يعني عجيبة غريبة، ما شاء الله. يعني الهندبة شلون يستخدمها الرجل؟ يستخدم يوميا ملعقة بالليل يجيبها ويأكلها هي ويابسة بدون استخدام ماء أو يفورها أو كذا يخدرها، لا لا، هي ويابسة يأكلها ويشرب عليها الماء، بس يلتزم بها مدة مثلا 40 يوم 20 يوم حتى يصير عنده أولاد ذكور. بالعكس، ممكن واحد يسأل يقول يا شيخنا كيف نحصل على أولاد إناث؟ أريد بنية، عندي أولاد ما شاء الله كود من الذكور، أريد بنية، ماذا أصنع؟ أقول بالعكس، القضية المرأة كنت تأكل هندبة، ما شاء الله. يعني القضية تصير عكسية، إذا الرجل يريد ولد ذكر الرجل يأكل، إذا رادوا بنت المرأة تأكل، وهكذا، لأن القضية عكسية، تعمل عملها العكسي، عند الرجل للولد وعند المرأة للبنت، وهكذا استخدام الهندبة. ومن جملة الأمور التي هي نافعة للوقاية لمرض القولون الجزر، ما شاء الله. الجزر ما شاء الله، روى الكليني أن أبا عبد الله عليه السلام قال الجزر أمان من القولونج والبواسير ويعين على الجماع. يعني هم أمان من القولونج هم أمان من البواسير، لكن ممكن واحد يسأل شلون؟ يعني ناخذ ماء الجزر ونشرب هذا أحسن ونفسه؟ لا، أهل البيت يأكدون، يعني التأكيد على أن تأكل الجزر أفضل. نعم، التأكيد على أن تأكل الجزر. هسه ما عنده أسنان عنده مشكلة، هسه تجي لك القضايا ما عنده أسنان، أهل البيت هم يأكدون على أن الطبخة، ما تقدر ما عندك أسنان الطبخة وتأكل، إلى هاي المقدار، يعني أهل البيت يؤكدون على هذا المعنى. من جملة الأمور المؤمنات التمر. نعم، التمر وما أدراك ما التمر، توجهت لذا روى البخاري في كتابه، روى النعماني في كتابه دعائم الإسلام المجلد الثاني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أكل 7 تمرات عوفية من القولونج. ما شاء الله، يومية تلتزم تأكل 7، تأكل بالفرد لا بالزوج، هذا سيرة أهل البيت بأكله للتمر، إما يأكل 1 وإما 3 إما 5 وإما 7، يعني يأكل بعدد الفرد ولا بعدد الزوج. إذا تريد تأكل يومية أكل لك 7 تمرات حتى ترتاح من مرض القولونج، نستجير بالله. وبعد مو بس نافع للقولونج، وقتلت الدود في بطنه، ما شاء الله. هذا اللي يبتلي يقول بويا أطفالنا يبتلين بدود ببطنهم، شنو دواهم شنو علاجهم؟ نقول العلاج بالليل قبل النوم 7 تمرات نطيخ اللي يأكل، إن شاء الله يرتاح من دوابل البطن، من دود اللي يصير بالبطن. وبعد من المؤمنات لقضية القولون قضية الملح. الملح وما أدراك ما الملح، روية عن أبي عبد الأمن عن أبي جعفر عليه السلام إن في الملح شفاء من 70 داء، شفاء من 70 داء، خلافا للطب الحديث يقول لك هذا سم أبيض، بينما أهل البيت يقول ابدأ بالملح واختم بالملح. أهل البيت يؤكدون على المعنى، حتى إذا تريد تنظم الضغط، إذا كان الضغط بشرط اللي الملح يصير طبيعي، يصير ملح بحر مو الملح اللي موجود بالأسواق. هذا الملح اللي موجود بالأسواق أكو فرد مادة كيميائية يصبونها عليه حتى يصير هالشفاف وجميل وكذا، هذا كله سم للبدن. نعم، الأطباء صحيح يقولون هذا الملح سم، لكن ذاك الملح البحر هو نافع للبدن، الذي أهل البيت عليهم السلام يؤكدون عليه إن في الملح شفاء من 70 داء، أو قال 70 نوعا من أنواع الأوجاع، ثم قال لو يعلم الناس ما في الملح ما تداووا إلا به. ما شاء الله، لو يعرفون الناس إن الملح شنو من فوائد به كان ما عالجوا إلا بالملح. بالله هاي طب الحديث يقول هذا السم، إحنا ما عرفنا، نجي للسم، لو نجي نأخذ بكلام أهل البيت سلام الله عليه، سلام الله. أهل البيت يقول لو يعلمون ما في الملح لما، نعم التكثر فيه هذا مضر للبدن، لكن نحن نقول في حده المعقول الإنسان يستفيد من الملح. ولذا يقول إن البركة تكون على المائدة التي عليها الملح، ومن افتتح بالملح
شوي هاي الرواية الرسول الأكرم، من افتتح بالملح وختم به أمن من رياح القولونج. ما شاء الله. يعني أنت اللي مبتلي بهذا المرض أو تريد تخاف أن تبتلي بهذا المرض، تجي تبدأ بالملح مقدار وتنتهي بالملح. وبعد من المؤمنات التين، وما أدراك ما التين، الله أكبر منافع التين التي وردت على لسان أهل البيت سلام الله عليهم. روى المستغفري عن رسول الله أكل التين أمان من القولونج. يومية شلون نستخدمها، يابس أم طازج شلون؟ نعم ماكو فرق، أهل البيت يقولون يابس كان أم طازج كان، المهم أو تنقع بالماء، الماء عنده أسنان ينقع بالماء أيام ثم يستخدمه، ماكو فرق، المهم أن يستخدم. الأفضل يقول كثر منه بالنهار وقلل منه بالليل، لكن أكله بالليل. أما شلون؟ يومية سبعة لا يكثر، بالأخص بالليل أكثر من سبعة لا يأكل من هذا التين. بارك الله بكم سماحة الشيخ، أحسنتم. الوقت اللي متبقي عندنا قليل سماحة الشيخ، هل هناك وصفة لعلاج القولون من خارج مدرسة أهل البيت يعني في طب الأعشاب؟ نعم، نحن عندما نقول خارج يعني هو قريب إلى مدرسة أهل البيت، يعني إحنا حتى العلاجات اللي قريبة مثل الحجامة أنواع أقسام موجودة قريبة نأخذ بها من باب التجربة، نجي إلى العلاجات اللي قريبة إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وأهل البيت ما عندهم مشكلة بهذا العلاج. الآن من جملة العلاج كما أشرنا الحمية، أفضلها الحمية. نعم، هاي الوجبات السريعة امتنع من عندها إذا تريد تصير زين، البيبسي امتنع من عنده إذا تريد تصير زين، بعد الأكل على الشبع امتنع من عنده إذا تريد تصير زين، وعليك بالتين. جدا نأكد على قضية التين. الآن هناك يعني كثير من العلاجات موجودة، أولا التين إلى آخر. هسه إحنا نجي إلى العلاجات اللي قريبة إلى أهل البيت سلام الله عليهم. نعم، هي الخبة. الخبة استخدامها ما أعرف، الآن بالفارسي يقال لها الخاكشير. نعم، لكن هي بالعربي موجود خبة. نعم، بيعرفها من المشاهد الكريم. 3 ملعقات من الخبة في ماء حار، هي حبيبات تكون، أي حبيبات صغيرة. نعم، أي 3 ملعقات من الطعام بهذا شو اسمه من الخبة داخل غلاس ماء حار. نعم، يومية 2-3 مرات يشرب من هذا. ما شاء الله، جدا نافع للقولون. هي تمنع حرارة البطن أيضا. نعم، تمنع حرارة البطن، تدفع السموم من الإنسان من البدن، وكذلك تعطي شفافية للوجه بالأخص النساء اللي يبحثن عن هذه الأمور، تعطي شفافية. الآن العلاجات إحنا ما طرقنا لها من جملة العلاجات، ماء المطر كان اللي ما طرقنا له من جملة العلاجات، الدباء، القرع، اليقطين. نعم، وعلاج للقولون. نعم، وبعد صلاة للقولون موجودة. اي نعم، هش المشاهد الكريم إذا يعني عنده مشكلة في هذا الجانب يستطيع يعني عبر عنوانكم. نعم، الفيسبوك. نعم، إيه عبر. نعم، الفيسبوك يقدر يتصل معنا ويأخذ العلاج يعني بحلقات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. لكن أكو جدا هذا نافع، أقول هذا وأنتهي من البحث. أكو عندنا تجيب لك قدح من ماء الورد، قدح من ماء الورد وملعقة متوسطة لسان الحمل. نعم، يومية هذا يفور داخله 10 دقائق ويشرب، هذا أفضل علاج يعني بعد ما ورد. لسان الحمل شنو شيخ؟ لسان الحمل حبيبات صغار. نعم، معروف عند العطار موجود يعرفه، لسان قل له لسان الحمل ينطيك حب هو. نعم، هذا داخل ماء الورد خالص يومية يشرب له، هذا علاج جدا نافع يعني بعد ما ورد عن أئمة أهل البيت وبعد هذه الأمور التي ذكرناها، فهذا يكون أفضل علاج للإنسان الذي ابتلى بمرض القولون. أحسنتم سماحة الشيخ، طيب الله أنفاسكم. نسأل الله بحق الحسين أن يكون اللي قلتوه نافع إن شاء الله للناس، شاء الله. بحق محمد وآل محمد وهم من مدرسة أهل البيت عليهم. إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله بك سماحة الشيخ أحمد دريس الإحسائي، شكرا جزيلا حبيبي. الله يبارك فيك. نعم أحبائي المشاهدين، هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. تذكيرا أيها الأحبة الكرام، لأي أسئلة أو استفسارات إن شاء الله زورون صفحتنا على الفيسبوك الرادود والإعلامي حسين الأمير. تقبلوا تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.